والله وش انا بيتفسر منه الحكي بالغصب عم يطلع منه. الحق معها يا جماعه، يو حق معها تحكي غصب عنها وابنها شافه. وحده مو معروف قرعت ابوها منين جاي عم تسال على جوزها. لا وفوق كل هيك كمان فرنساويه. يا عيني يا عيني، والله والله قلبي حاسسني انه متجوز عليها. لا ايو ما بيعملها ابو عصام. يو ليش لحتى ما يعملها تقبريني؟ رجال وقاعد كل هالمده لحاله، معقول يضل بلا مره؟ شوف انا لك بشير، لشو هالكلام هذا؟ شو كان الزلمه عم يتصيرها؟ كان محبوس يا اختي محبوس. يا شو عرفنا انه كان محبوس؟ ها هي بالاول قالوا انه ميت لك، وبعدين دوروا عليه كل الحبوس ما لقوا له اسم. هاتي لشوف شلون هي صارت، فهميني. وهي اجت مره من اخر ما عمر الله وعم تقول انها ناسها. شو عرفنا انه صادقه؟ طالعه بالقرعه، شفناها انا وفريال بعيننا. هي واذا طالعه بالقرعه ليكن نص نسوان الشعلان طالعين بالقرعه. بعدين كل مين على دينه الله يعينه. اي والله يا ام بشير معك حق، في نسوان بالشام بيطلعوا بالقرعه. اهلين اهلين بالمأهل. اهلا وسهلا. تفضلي خالتي. لكن ان شاء الله بيسلموا الايدين، يسلم لي الوش. تحتين تفضل. يسلموا يا خالتي يسلموا. تفضلي. يسلموا يسلموا جميله. ليكي جميله الله يرضى عليكي، طالعي لي كيله برغل خشن ونزلي لي حبلين باميه. يلا الله يرضى عليكي. امرك لك عمي. ما يامر عليكي زاهي. قولتك بيكون متجوز وهربان من مرته؟ ليش لا؟ ما قالوا عنه انه محبوس ودوروا على اسمه بكل الحبوس وما لقوا له اسم، مو هيك كانوا يسمعونا؟ بلا هيك كانوا يسمعونا. لك تروحوا خنق انتوا التنتين، شو بكون بحطوا البحثة؟ شو نسيتوا مين ابو عصام؟ لو بده يتجوز كان يتجوز هو بين اولاده. هلا معقول يعمل هالفضي كله مشان يتجوز؟ نحن ما قلنا هيك ام زكي، نحن قلنا بركي يعني. يا لطيف يا لطيف على لسان، شلون ما بدك بتديري؟ قبل بشوي كنتي عم تقولي انك متأكدة انه متجوز. وانتي ليش متضايقة يا ام زكي؟ ليش متضايقة؟ وبركي طلع متجوز عن حقه حقيقي، شو بدك تقولي ساعتها؟ ها؟ شو دخلنا؟ ان طلع متجوز ولا ما طلع متجوز لك شو خصنا؟ حاجة تكتري غلبة. لك شلون شو دخلنا وشو خصنا؟ خصنا خصنا ونص، لازم نعرف شو عم بيصير بحارتنا. يا رب يا رب دخيلك وسيدي وجاهي ومولاي يطلع متجوز لحتى ينكسر انفلس وعاد يا رب. هلا اتركونا من هالسيره، فهموني شو صار بالشغل. والله انا حابه اعمل هيك شيء لله سبحانه وتعالى اكسب فيه ثواب. لك يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي يا ام بشير، طول عمرك بتحبي الخير. ايوه زمان فاضيه سعاد، مو مشكله بنجيب الشغل بنشتغل كلياتنا سوا. اسكتي انت همدي لا تكتري غلبه. سعاد اللي بدت بالشغل هي اللي بدها تخلص. لك شو حكيت؟ ما حكيت شيء ما حكيت شيء. منو منو؟ عم بقول لحالي بركي كانت مشغوله بشي شغله جديده. يو لا كانت قالت لنا همدي. ليكي يا ماما ما خلصتي لك يا ماما، ما بقى الا يجي ابوك يقرب يجي. يلا يلا ها ليكو اجى عرفي شوي يا ماما. يلا يا ماما. الله يعطيك الف عافيه يا ابو حاتم. يعطيك العافيه ابي. اهلين يا ابي. اهلين 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 اهلين. لك الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم حلوين. وهي امهم كمان. قولي لي يا حاتم شو طبختي لنا اليوم؟ يا سيدي اليوم عملت لك داوود باشا من اللي بيحبها قلبك. يا عيني يا عيني عليكي، الله تسلم الايدين. الله يسلمك وعدي يا رب. شو هذا؟ تعبيني يا ام. اهلا وسهلا يا لك بنتي. هلا 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 هدول الله يرضى عليكي، هدول كلهم عم تدرسيهم انت؟ ايه والله يا ابي. الله يحميكي ويوفقك يا رب. الله يخلينا لك فوق راسك. امين يا رب. يلا ابو حاتم فوت غير اوعيك لبين ما نحط الصفر. يلا يا بنات. يلا على المطبخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبسوا لك حمدي احبسوا. عاصم جيب لي الأرجيلة. حضرتك عمي أبو ظافر. يا أهلا وسهلا شبك عمي أبو ظافر، غير جدا. الله يسلم الديات. الله يسلمك. شو شو بوب بدر؟ والله قصة الدنيا يا عمي أبو ظافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينه على المصيبة اللي نزلت على راسه. عمي ابو حاتم رجعه خايف. شو قايل له؟ قايل له صندوق الحارة ما في مصاري وروح اشتغل، يعني بالمشار ما حيمقلعه. ايوه درمل انت درمل. امرك عمي ابو ظافر امرك. بدر يا عمي ابو ظافر تعا اشرب لك كاسة شاي تعا. مين؟ أنا خالة
خالتك مزكي افتحي. عيب علينا من الدقه. اهلين خالتي. اهلين يا حبيبه قلبي، شلونك خالتي؟ الحمد لله تمام. ان شاء الله منيحه. الله يزيد فضلك ويخليني اياكي. غريه لا تغريه كثير، بتذوب بالمي غليانه. السلام عليكم سعاد خانم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا مزكي. بهالقمه وبهالعين تقبريني. اهلين خالتي مزكي. ليه تقبشيني بهالقمه وبهالعين انت الثانيه؟ مالك بالعاده تيجي العصر؟ والله يا حبيبة قلبي أنا جايتك مشان الشغل، لأنه كل نسوان الحارة عم يسألوني وين الشغل وين الشغل. إيه والله نسيت، تعي نشرب قهوة جوا تعي. لا تقبريني، ما بدي قهوة بتعمل لي عصبي، بدي شراب التوت أنا مشان روق دمي. دلال عملي لها شراب التوت، تفضلي. الله يزيد فضلك ويخلي لي إياكي يا حق. شو سعاد خانم، أنت قصة الشغل من بالي؟ لا أيوة، شو أنت قصة الشغل من بالي؟ بكره بنزل على السوق وبجيب، تنزلي معي؟ لكان انا اللي بنزل معك، تقبريني فاضيه الاشغال انا. ايه لكن بكره بنزل انا وياكي بنجيب الشغل وبنوزعهم ان شاء الله. شو سعاد خانم، شايفتك مو على بعضك. والله مالي عارفاني شو بدي اقول لك يا امزكي. اه شغلتك قصه النارسه اللي اجت شقت على ابو عصام مو؟ ايه والله شالشتني، شالش هالقصه وما عم بقدر احكي شيء، وبذات الوقت وشي فاضحني قدام اولادي. والله الحق معك يا اختي، بعد هالغيبه الطويله كلها تطلع لك هي مخلوقه سنجقر. بتعرفي ام زكي، لما شفتها هيك عم تحكي على ابو عصام اجى ببالي نتفه تنتيف، بس قلت عيب يا بنت، بس عم تحكي عن ابو عصام حكي لا حول ولا قوه الا بالله. مالي عرفانه شو بدي اقول لك يا ام زكي. معلش تقبريني، انت طولي بالك واستهدي بالله، بكره ان شاء الله بيجي ابن عمك بالسلامه وبتفهمي منه كل شيء ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، الله يرجع لي اياه بالسلام. شو يا امو، بدك تضلي هيك قاعده لحالك؟ طول عمري قاعده لحالي. ايه لا مو صحيح، بعمرك ما قعدتي لحالك. بعدين صدقيني يا امو، ابي ما بيعمل لو بيتجوز عليكي. شو نسيتي قد ايه بحبك؟ نسيتي ابو عصام قد ايه بحبك؟ وقت المشاكل اللي صارت بيناتكم ما تجوز عليكي، هلا بده يتجوز. انا هذا اللي قاهرني. يوه ليكي كنت قلتيها. خيريه ليه واقفه؟ فوتي. مرت عمي، والله نحن متعودين عليك وعلى ضحكتك بالبيت. ما فيني شي بنتي، ما فيني شي. شلون ما فيكي شي؟ وانتي من لما اجت هي اللي اسمها نادي على هذا البيت وحالك مقلوب قلب. انا مو هاممني ناديه، أنا اللي هاممني حكي أهل الحارة. هنن هيك يا مو، من طول عمرهم هيك، أنت بتعرفيهم أكثر منا. صح حكي دلع، وخصوصي اللي اسمها فريال، إيه ما شغلتها غير اللت والعجن. قومي تقبريني، قومي نطلع نقعد بأرض الديار. إيه مرت عمي، بعدين أنت من الصبح مانك آكلي شيء، إيه ما بيسوى، شان صحتك وعافيتك. بعدين قلبي حاسسني إنه عمي أبو عصام راجع على البيت سالم غانم، قولي إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. يلا قومي. قومي مرت عمي. يلا. اهلين يا ماما، يعطيكي العافيه. هاتي عني. تعي هون، وين هاتي عني؟ خدي عني، امك نساها فيها شويه رمى يعنيك ان شاء الله. ودي على هامه النزله على سوق الحميديه، فكرها من العجقه اللي فيها. لك اختي طول عمر الحميديه من يوم يوم ما فيها عجقه. يا ماما زكاتي ديكي دمعه مي من عيوني. وانا كمان يا ماما على راسي. ما قلتي لي شو رح تعملي هلا مع عصام؟ بدنا نوزع الشغل. بس طولي بالك علي، لا القط نفسي. يلقطي نفسين تقبريني. ياتي لنشوف شو جبنا. يا هي تلت عبي وهي كبكوبة خيطان ذهبي، وانتي بتعرفي تشتغلي. لكن بعرف بشتغل، بس دخلك كيف ام عصام؟ منيحة الحمد لله، انتي التهي بشغلك ما دخلك. لك تعي لقلك وين رايحة؟ رايحة لعند حاتم وراجعت لك، ما راح اطول. لك عادي، خلينا ناخذ ونعطي ونحكي ونلقص. على عيونك شو بتحبي الاخذ والعطا. لك اسكتي اسكتي. الله معك. تتذكر لما كنا اولاد صغار نلعب هون بالساحة وننط هون العفرت بالقهوة؟ لا كان ما بتذكر. أيام التلجة الكبيرة لما كان أبوك الله يرحمه يطلعنا على أسطوح القهوة مشان نقشله التلجات، وبعد ما نقشهم يقلعنا. كان يتضايق منا. وبتذكر أبوك الله يرحمه لما كان يشتغل هون عنا بالقهوة قديش كان يطلع خلقه لما الزباين يعطوه كرامية. صحيح أبي كان فقير، بس كانت نفسه عزيزة وما بيحب الزاحلة وكلمته كلمة حق. الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا، وقتهم أحسن من وقتنا. لمعلومة كم حاتم،
اللي صرت فيه انا صرت فيه من تعبي. الوالد ما خلف لنا غير الصيت الحسن والسمعة الطيبة. إذا أعطى أدهش نارا يا ولد. قلتك رح يرجع أبو عصام؟ لكن بيرجع أم زكي الفرنجية قالت طلع من المستشفى. طيب وين بده يروح؟ وين؟ وين بده يروح يعني؟ بيكون متخبي عندها. يا على عيونك يا على عيونك على الكلام. لك أبو عصام شوكة كبير حارة الضبع بده يروح يتخبى عند وحدة فرنجية؟ شوفي يا أم زكي مرته. يي مرته يبليك مرته تمرتك إيداي على الحكي. ومرته حبيبتي ليش ما تكون مرته؟ ولا شربتوا المقلب يا نسوان حارة الضبع؟ ولي على هلسان يلي إليك والله بده قطع من شرشو. شو المقلب اللي شربناه ليلي؟ اسمعي لك يا أم زكي، وحدة مثل نادية جاية تشق على أبو عصام هيك لله بلله؟ لا حبيبتي، ولك هي جاية تجس نبضة لسعاد خانو إذا كانت بتقبلها ولا ما بتقبلها. قال جاية تزور مريض. اسمعوا على هالهبل، اسمعوا. ها ها، إذا ما كان أبو عصام متجوزة معناته رح يرجع أبو عصام ويستلم زعيم الحارة. وقفي عندك، الزعامة ما بتطلع من بيت عمي أبو صالح الله يرحمه. إيوه الله حيه الله حيه. مين بقي لك من بيت عمك بعدين؟ كنك القرعه اللي بتتكنى بشعر بنت خالتها. ليلي تخبريني، خبريني مين بقي، خبريني. اسمع على السمعة، ولك ابن عمي محدين، ما عرفتي محدين عم يتعلم طب الاسيتاني؟ لك يا عيني يا عيني، قال عيشي اكديش لينبت الحشيش. هلا بدنا نستنى ابن عمك ليرجع؟ حبيبه قلبي بحياته ما رح يرجع لهالبلد، خلي بالك. ايه معلش، اللي ما بيجي معك تعا معه، فيك بارية كثير بالحاره. الا ابو عصام ناقصه لانه سعاد خانم تنفش ريشة وترفع لي بوزة هيك لآخر السما. استغفر الله العظيم يا رب. لا تقال شو قال أبو عصام زعيم الحارة، قال هذا اللي كان معي. يا أهل المرو والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، انسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتنحك لما بنضحك بتزين.